مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي والرجاء ولا تعد عيناك عنهم لتزينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا بعد الدنيا. ويخالف الله تعالى ان احد وحي الله حياه الله
استطاعت ان اراجع. فكان يعلمهم ان الله سبحانه وتعالى يخطب مراجعه القران. قال ولسيما ان اذكر في عهد فراجع في السجن. ادري ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء منها، كنت تسمع بعض الناس هداه الله اياه جاء يدعو البيت يدعو الرب يعني قائل ندعو الله. ويصح ان تدعو في سجودك ربنا العالم الدنيا احسن الاخره احسن من العالم. اذا نويت بها الدعاء والى ان قام في الركوع وفي السجود فهو بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يتخير منك على ما شاء ونسي المأثور من ذلك ومنه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني هذا الذي يرى شيخ الإسلام الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز رحمه الله قبل التسليم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد الصلاة، كذلك دعاء الاستخارة قبل التسليم لا بعد التسليم. لم يثبت يا أخي، بل يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه من الجهل بعض الناس يصلي الى الاذان الكبار صحيح، ثم يختصر ويسلم رافع اليه يقول هذا من الجهل، يخرج عمده الصلاه على ان يسجد في كذا. نعم ممكن اجابه الدعاء تحرم هذه المراه. نعم قال رحمه الله ولا سيما من اكثر من ذلك رحمه الله ما علمنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انك ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه. اما في التشهد الاول فيقول بعد شهادتين الى الثالثه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم وان سياتي معنا باذن الله تعالى الصحيح الاول اتصال ابراهيم الى التشهد الاول. وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل من يقوم من أحد كل يوم من الثالثة. فلا يكون الله يقصد على شيء. سنن الصلاة ومنها الاستفتاح. استفتاح الركعة الأولى فقط. يقول سبحان الله وبحمده وكبر وسبح الله تعالى جودك إجابة عبده ولا إله غيرك عبر هذا من الاعتزال. جعل كتف اليد اليمنى على اليسرى فامتصتني حين القيام قبل الركوع وبعده. نعم. بعض الكف يضع هنا على مفصل الكف هكذا وضع او هكذا. اما ان يضع هكذا او يسجد على صدره تحت السفره فوق السفره على حاصره على قلبه يتكلم حتى يضع هكذا بدون تكلم على صدره. سألني يوم من الأيام بعض الطلاب بعد الدرس قال أين صليت؟ قلت راجع قريب. نعم ماذا صنع؟ قال رحمه الله يديه مبروكتين إلى صابع مبروكة أحوى منكبيه يقول بين من التكبير الأول وعند الركوع والركوع وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر Thank you.
تكون في أربعة مواضع، التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير، كل هذا واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، مواضع مرة، عند تكبير الإحرام وعند الوقوع وعند الركوع من الوقوع وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة إلى ما يرفع اليدين حذو الأذنين حذو الأذنين، مضمومة الأصابع، بعض الكفين والأذنين حذو الأذنين حذو الأذنين، لا يمكن عند تكبيرة الإحرام عند الركوع وبين الركوع والاعتدال يرفع يدين عن قول السلام عليكم الاعتدال قربنا بعض الناس إذا الله إياه يركع وإذا استقام يركع يقول سمع الله لمن حمده أنا قول ربنا رب العالمين قول سمع الله لمن حمده تكبيرة الانتقام كانت تكبيرة الانتقام يعني قال قال رحمه الله ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود قال ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين جعلوا ما صحيا للظهر والركوع يعني الظهر لابد يكون على استقامة واحدة وعلى الله بعد ما تحقق بأن لا يثني إلا الركعتين يقف على ركعتين ولا يثني إلا الركعتين ويكون الرأس على استقامة الظهر قال رحمه الله وجعلت العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود. السجود جاء في بين اشياء ثلاثه على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لكن هناك بعض الناس اذا كان الله اياه تنظر اليه تظن انها لا سالفه والبعض يضم نعم والبعض يضع المفخذين على البطن نعم فكل اخطاء في السجود كذلك يصلي بالبطن نحن ما نتكلم عنها لكن إذا انتشرت استوعبت الصلاة فعلنا كما عندك مبتدأ الصلاة. نعم. رحمه الله رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. نعم. جلوس المصلي على رجله اليسرى مرفوع جدًا ونصب اليمنى للتشهد الأول وبين السجدتين. إذا جلست الصلاة كلها على هذا السجود، يفتش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل باب الأصابع اليمنى على الأرض. التوقف في التشهد الأخير يفرض الداعية والثلاثية وهو الجلوس على مقعدته وجعله رجله اليسرى تحت اليمنى ونصف اليمنى. نصب الرجل اليمنى حين الجلوس. الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول. الدعاء في التشهد الأخير. نعم، المواضع الدعاء في موضعين، هذا الموضع الآن الموضع الثاني. الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء والركعتين الأولين من صلاة المغرب والعشاء. كل صلاة يشفع لها اجتماع عام تكون القراءة فيها جميلة. جمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. والأولين من المغرب والعشاء. لو قال لك قائل لماذا نشهد الفجر ولا نشهد الظهر؟ تقول أنت عبد. تقول آمنا صدقت سلمت. نعم. الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. نعم. قراءة ما زال عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا. ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة. ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع. قال رحمه الله تعالى درس الحادي عشر. نعم درس الحادي عشر. قال رحمه الله تعالى مبتلى الصلاة الذي لا يعرف مبتلى الصلاة قد يأتي المبتل ولا يدري. الشروط والأركان لا يقبل فيها لا جهد ولا نسيان ولا عمل. نلخص هذا المبتدأ في أن الحركات في الصلاة خمسة. حركة محرمة، حركة مكروهة، حركة مباحة، حركة مستحبة، حركة واجبة. أحكام التدريبية خمسة. يا أخي التدريبية. أحكام التدريبية ما تحتاج إليها. الحركة المحرمة، الحركة الكثيرة المتواجدة عرفا لغيرها،
حركة وكثيرة وتتابع وتراجع أمر تنظر إليه تظن غير نفسك يخرج من جيبه الجوال ويبدأ تنظر إليك أنت غير مسلم، والبعض حتى تتكلم معك ولا تصلي الله أكبر ما بعد شيء، والله سر مهم جدا يعني الإنسان، ولو كان لديك أمير أو وزير والله لا يسمح هذا حركة محرمة، الضحك، الأكل، الشرب، الالتفات الكثير عن الدنيا، كل حركة محرمة. الثاني حركة مكروهة هي الحركة القليلة يسيرة وغير متوالية لكن لغير حالة التفات الصلاة مثلا الحركة المباحة هي الحركة التي في كل حال تفقد الجوال في جيبه هذه مثلا بأدنى حركة ومن الجوال سقطت النقود في جيبه وخاف عليها من السرقة بأدنى حركة أقرعها واحد في جيبه أو ورقة من ما هو رسالة من كذا خاف على رسالة وضع في جيبه سقطت النقود وخاف عليه يمشي حركة جاهزة نعم حركة مستحبة هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة ستة درجات الحركة الوالية التي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة لو لم يتحرك صلاة الله يسلم الإمام صلى الله خيرا وجد على قدرة الجنس حركة الله ولا داخل على قدرة وضع الرجال وقت الصلاة مفهوم سيأخذ كلها الأول قال الكلام مع العلم يتكلم في الصلاة عالم تحريم الكلام في الصلاة ذاكرا لا ناس فلو تكلم جاهل والصلاة صحيحة تكلم الناس في الصلاة صحيحة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فالشفيع الصلاة صحيحة نعم طبعا الناس تكلم مصلحة الصلاة أخطأ الإمام وقال أخطأ الإمام ينبه ونبه ما تنبه يسبح ما تنبه يخاطب ولكن قال يخاطب بما ورد القرآن أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الصلاة يستطيع من كلام الناس يقول بس يدوب مثلا طيب الكلام العام مع العلم الثاني قال رحمه الله الثاني نعم الكلام العام مع الذكر والعلم من الناس والجاهل فلا تنقل صلاة